بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله بدنا نبدأ في الوحدة الخامسة، اللي هي الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني. وهاي الوحدة بعنوان الحث الكهرومغناطيسي وأشباه الموصلات. إذن عنوان هذه الوحدة يا شباب الحث الكهرومغناطيسي وأشباه الموصلات، بمعنى راح نتحدث عن موضوعين رئيسيين فيها. الموضوع الأول الحث الكهرومغناطيسي، والموضوع الثاني أشباه الموصلات، وبينهما يوجد موضوع. ما هو الموضوع الذي بينهما؟ إشي اسمه يا أخوان التيار المتردد. إذن أنا في عندي ثلاث أشياء في هذه الوحدة: حث كهرومغناطيسي، أشباه الموصلات، وبينهما التيار المتردد. بجوز من حيث المادة الدرس الأول اللي هو الحث الكهرومغناطيسي بجوز يكون أطول إشي من حيث المادة، يعني عدد صفحات أكبر. يليه التيار المتردد، يليه أشباه الموصلات، هن ثلاث دروس: حث كهرومغناطيسي، تيار متردد، أشباه الموصلات. نبدأ أولا بالحث الكهرومغناطيسي. وبالنسبة للحث الكهرومغناطيسي يا شباب، مبدأ الحث الكهرومغناطيسي جاي مما يلي: إني أنا أولد تيار كهربائي آي، توليد تيار كهربائي آي، ويسمى آي فتحة بمعنى تيار حثي. طب يا أستاذ ليش أول التيار حثي؟ هو التيار الكهربائي اللي أخذناه إحنا زمان، اللي هو عبارة عن بطارية ودارة كهربائية، يعني هو هذاك التيار مش كويس يعني، فبدنا نولد تيار أحسن منه اللي هو التيار الحثي. هي القصة مش إنه كويس ولا مش كويس، القصة إنه المنازل والمصانع والشوارع والمدن هاي بتحتاج إلى طاقة كهربائية هائلة، بدها كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، وهاي الكمية من الطاقة الكهربائية لا يمكن الحصول عليها من التيار العادي اللي هو مستمد من البطاريات، وإنما نحصل عليها من التيار الحثي آي فتحة. طب هو التيار الحثي يا أستاذ هو يعني كيف بجيبوا التيار الحثي؟ التيار الحثي له عدة مراحل وله عدة خطوات، لكن أنا بدي أعطيك هيك فكرة عن الموضوع بشكل عام حتى ما تدخل على الإشي وهو مبهم بالنسبة لك. يا عمي هذا التيار الحثي مبدأ إنهم بيجيبوا ملف، الملف سلك ملفوف بشكل معين، مثلا سلك هيك على شكل دائرة، سلك على شكل دائرة، وبيخلوا هذا السلك يتولد فيه تيار يسمى التيار الحثي آي فتحة، من خلال شيء له علاقة بما يسمى التدفق المغناطيسي، والذي يرمز له بالرمز فاي. ومرات لتمييزه انه تدفق مغناطيسي بقولوا فاي بي، فبيجوا على هذا السلك اللي على شكل دائرة، ولا اللي على شكل مثلا حلزوني، ولا اللي على شكل خلينا نقول مربع الى اخره، بيولدوا فيه هذا التيار الحثي، لكن من خلال ما يسمى بالتدفق المغناطيسي فاي. فمدخل الحث الكهرومغناطيسي هو عبارة عن التدفق المغناطيسي. نرجع لدوسيتنا، يا أخوان. يا هاي الدوسية،
للحصول على مصدر طاقة كهربائية ذي قدرة أكبر لإضاءة المدن والشوارع. إذن يا عمي، الطاقة الكهربائية لإضاءة المدن والشوارع ما بقدر أخذها من بطاريات، من قوة دافعة زي لزمان. فلا بد من تيار يسمى التيار الحثي، لا بد من الحث اللي مرتبط بمفهوم التدفق المغناطيسي. فما هو التدفق المغناطيسي؟ فاي بي هو كتعريف حاصل الضرب القياسي. أوه أستاذ، شو هذا الضرب القياسي؟ هو في أنواع للضرب؟ طبعا احنا من زمان حكينا انه الضرب له نوعين. الضرب في نوع تقاطعي اتجاهي وفي نوع نقطي قياسي. ها نرجع الله بعيننا، ها طالت البال حلوة، طلعوا عليهم طلعوا عليهم. الضرب بالفيزياء نوعين، في ايه تقاطع بي ويسمى ضرب تقاطعي، ويسمى ضرب تقاطعي اتجاهي، وهو عبارة عن ايه؟ في بي في ساين ثيتا، اتخذناها ايام العزم، عزم الدوران. ايه في بي في ساين ثيتا، هذا ضرب اتجاهي. وفي ضرب نقطي، ايه دوت بي، وهو عبارة عن ايه بي كوساين الزاوية ثيتا. والضرب هذا النقطي، الضرب النقطي هو ضرب قياسي. الضرب النقطي هو ضرب قياسي، يعني الناتج كمية قياسية، بينما الاتجاهي الناتج كمية متجهة. أي أنواع الضرب. فالتدفق هو عبارة عن حاصل الضرب القياسي، يعني ضرب نقطي، نقطة يعني قياسي، للمجال المغناطيسي بي والمساحة إيه. مجال المغناطيسي بي والمساحة إيه، يعني التدفق فاي بي، التدفق المغناطيسي هو حاصل ضرب نقطي لمتجه البي مع متجه المساحة إيه. لما بدي أجي أفك الضرب النقطي راح يعطيني كوساين الزاوية ثيتا، يعني فاي بي راح تطلع بي إيه كوساين الزاوية ثيتا. راح نحكي عن كوساين الزاوية ثيتا وبين مين ومين محصورة وشو هي الزاوية ثيتا، لكن قبل أن نتحدث عن الزاوية ثيتا، من القانون يا أستاذي طلع لي وحدة قياس التدفق المغناطيسي. هاي تعريفه التدفق المغناطيسي بي دوت اي، الضرب النقطي للمجال المغناطيسي مع مساحة السطح المعرفة للمجال المغناطيسي، بي اي كوساين ثيتا وحدة قياسه. وحدة قياس البي تسلا، وحدة قياس الاي متر مربع، والزوايا كوساين وساين ملهاش وحدة، ما إلها وحدة قياس، فهي تسمى دبليو بي. شو المقصود بدبليو بي؟ هاي اختصار لوحدة قياس تسمى الويبر، الويبر وحدة قياس التدفق المغناطيسي اللي هي وحدة الويبر. ما هي الويبر؟ هي التسلا في المتر مربع. بعد وحدة قياس تدفق، طبعا البي مجال مغناطيسي والاي السطح، مساحة السطح المعرض للمجال المغناطيسي. مساحة السطح المعرض للمجال المغناطيسي كمساحة ما فيها شغلة كبيرة، يعني إذا كان الملف دائري فمساحته إيه؟ اللي هي عبارة عن باي آر تربيع. وإذا كان السطح مربع مثلا
مستطيل، الضلع ضرب الضلع، أو الطول للمستطيل ضرب العرض. وما في يعني الملف يا بكون مربع يا بكون دائري، فهي مساحة المربع ومساحة الدائرة التي تعوض في القانون. طيب يا عزيزي، بظل عندي، طيب جزء هو المهم كمان، يعني مش بس بظل عندي وهو المهم، موضوع الزاوية ثيتا في القانون. الزاوية ثيتا في القانون محصورة بين متجهين، طبعا متجه المجال المغناطيسي بي، وهذا يا اخوان ببين من السؤال، ببين من السؤال، يمين يسار فوق تحت للداخل للناظر، هو بيعطيني اتجاه المجال المغناطيسي. وفي عندي متجه المساحة. طب استاذ شو متجه المساحة؟ اخوان متجه المساحة هو العمود الخارج من منتصف المساحة. يعني بنيجي على السطح اللي خطوط المجال المغناطيسي اللي خطوط المجال المغناطيسي بتأثر عليه، ومنطلع من منتصف هذا السطح عمود، ودائما للخارج هذا العمود، هذا العمود يسمى متجه المساحة. طيب مشان نقرب الصورة أكثر، يعني نحكي عن بعض مع بعض يعني بوضوح أكثر، لنفرض يا إخوان إنه هاي سطح الدوسية، هاي الدوسية هو المساحة المعرضة لخطوط المجال المغناطيسي. كيف أستاذ معرضة لخطوط المجال المغناطيسي؟ السؤال بقول لك كيف معرضة لخطوط المجال المغناطيسي، بس أنت المطلوب منك تحدد متجه المساحة. طلع علي، هي المساحة إذا نظرنا للمساحة بهذا الشكل من فوق، متجه المساحة بيكون العمود هذا خارج من المساحة بهذا الشكل. قرب لك، هاي المساحة، وين متجه المساحة؟ الخارج منها. تمام، يعني انت لما تطلع على الدوسية زي هيك واقول لك هاي المساحة، طلع متجه المساحة، بتقول لي يا استاذ متجه المساحة العمود اللي جاي عليه زي هيك، هذا متجه المساحة. إذا جيت قلت لك أنت واقف هون، يعني واقف بهذا الشكل وبتطلع على المساحة هاي، طلع هاي أنت عبارة عن إيدي أنت، وبتطلع على المساحة هاي وقلت لك أعطيني متجه المساحة، بتقول لي يا أستاذ متجه المساحة العمود الخارج من منتصف المساحة بهذا الشكل. هاي طب افرض المساحة هيك وأنت واقف هون حل إيدي هاي، تطلع على المساحة بتقول يا أستاذ متجه المساحة هو عبارة عن العمود الخارج من المساحة بهذا الشكل. طب افرض ان المساحة فوق زي هيك وانت تحت تطلع على المساحة من تحت، تطلع على المساحة من تحت هيك، معناته بتقول يا أستاذ متجه المساحة العمود الخارج من منتصف المساحة بهذا الشكل. يعني دائما طالع متجه المساحة من المساحة، ممنوع يكون داخل في المساحة. فأينما تنظر للمساحة أنت، وين ما تطلع على المساحة، تخيل أنه السطح اللي بتطلع عليه طالع منه عمود زي هيك وجاي عليك. هذا العمود اللي جاي عليك شو اسمه يا أستاذي؟ اسمه متجه المساحة. بتيجي بتأخذ أنت الزاوية ما بين متجه المساحة والمجال المغناطيسي وبتعوضها في القانون. وهنالك عدة حالات لهذه الزاوية، يعني في حالات رئيسية للزاوية رح نجيها، هاي الحالات الرئيسية للزاوية ورح أوضحها حالة حالة. لكن قبل هذا الكلام لنأتي على مفهوم التدفق المغناطيسي، لأنه أول شيء احنا حكينا عن قانون وتعريف التدفق المغناطيسي، يوجد مفهوم يعني مشان أنت عمليا تفهم شو يعني تدفق مغناطيسي. عمليا التدفق المغناطيسي هو أن تأتي خطوط المجال المغناطيسي وتخترق سطح. لما تيجي خطوط المجال المغناطيسي وتخترق سطح،
نقول أن هنالك تدفق مغناطيسي على هذا السطح، والتدفق المغناطيسي على هذا السطح هو عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق السطح باتجاه عمودي عليه. يعني يا أخوان بتعرفوا بالمفهوم بالمعنى، تركنا من القانون، حطوا القانون على جنب. بالمفهوم بالمعنى، لو هذا السطح اجي عليه خطين من خطوط المجال المغناطيسي واخترقوا، وجا قال لي كم التدفق وقلت له خطين، جوابي صح 100%. لو اخترقوا 10 خطوط وقلت له التدفق 10 خطوط اخترقوه بشكل عمودي، خلاص بنقول صح الجواب 100%. فمفهوم التدفق المغناطيسي هو أن تخترق خطوط المجال المغناطيسي سطح معين. نقول إنه هنالك تدفق على هذا السطح. طيب ممتاز، يعني يا أخوان بصفي من هذا الكلام إنه التدفق المغناطيسي فاي يتناسب تناسبا طرديا مع عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق عموديا وحدة المساحة. كل ما زاد عدد خطوط المجال التي تخترق وحدة المساحة زاد التدفق. توضيح، عندي هون شكلين، شكل A small وشكل B small، أي شكل A small وشكل B small، عبارة عن سطحين دائريين يا سيدي، سطحين دائريين، وخطوط المجال المغناطيسي تخترق كل من السطحين بالاعتماد على مفهوم المجال المغناطيسي بي والتدفق المغناطيسي فاي بي. هذا له مفهوم وهذا له مفهوم، دير بالك. أيهما أكبر، المجال المغناطيسي المؤثر على إيه ولا المجال المغناطيسي المؤثر على بي؟ أنا بسأل عن المجال حبيبي، ها دير بالك، بسأل عن المجال، ما بسأل عن التدفق المغناطيسي، عن المجال المغناطيسي. وين أكبر، المجال المغناطيسي اللي عند A ولا اللي عند B؟ إخوان المجال المغناطيسي كمفهوم يعتمد على كثافة الخطوط. شو يعني كثافة الخطوط؟ يعني زي ما تقول بالعربي تزاحم الخطوط. وين المنطقة اللي تزاحمت فيها خطوط المجال المغناطيسي؟ هاي المنطقة، طلع هون مقربات على بعض أكثر خطوط المجال المغناطيسي. فنستطيع القول أن المجال المغناطيسي المؤثر في B أكبر من المجال المغناطيسي المؤثر في A. كل أنا بحكي عن المجال، ما بحكي عن التدفق، لا يروح ذهنك لبعيد. طيب من خلال هذول الشكلين، لو جيت سألتك وين التدفق المغناطيسي أكبر، على الشكل A ولا على الشكل B؟ أخوان هون ما في حسابات، شو بدي أحسب؟ لم أعطيني قيمة المجال ولم أعطيني قيمة المساحة ولم أعطيني قيمة إيش، يا عمي مش حساب هذا السؤال. ففي أسئلة بالكتاب وبالوزارة، أسئلة تسمى ما فيها هيمية، يعني فهم المعنى، فهم المعنى. فالآن ولا هون أصلا ولا هون معطيني إنه والله المجال المغناطيسي قال لي هون 10 وقال لي هون 20، لا لا ما أعطانيش أرقام ولا شيء. طب أنا كيف عرفت إنه المجال المغناطيسي عند بي أكبر؟ من فهمي للمجال المغناطيسي ولخطوطه إنه كلما زادت كثافة خطوطه زاد مقداره، خلاص فهمت إنه هون كثافة الخطوط أكبر، إذا مقدار المجال المغناطيسي أكبر. هلا من فهمي للتدفق، مش القانون، فهمي للتدفق المغناطيسي، شو التدفق؟ عدد الخطوط التي تخترق المساحة باتجاه عمودي عليها. طب يا عمي هون كم خط اخترقت المساحة A small؟ نقول يا عمي فاي على A small عبارة عن 3 خطوط، 3 line مثلا، 3 خطوط عادي سه. وفاي على B small عدها 3 خطوط، ايه يا زلمه عدد الخطوط اللي اخترق ايه نفس عدد الخطوط اللي اخترق بي. معناته يا اخوان فاي ايه تساوي فاي بي.
التدفق على ايه يساوي التدفق على ب. ليش؟ لانه عدد الخطوط اللي اخترقت هون تساوي عدد الخطوط اللي اخترقت هون، فعدد الخطوط متساوي، التدفق متساوي. انا هنا ما لي علاقة بالقانون، انا هون وفق مفهوم التدفق. مين اكبر، تدفق هون ولا تدفق هون؟ قد بعض، 3 خطوط 3 خطوط، وفق مفهوم، ما في ارقام، وفق مفهوم المجال المغناطيسي. مين اكثر مين اقوى، المجال المغناطيسي هون ولا هون؟ لا هون، لانه وفق مفهوم المجال المغناطيسي الخطوط كل ما تربط زاد مقدار المجال المغناطيسي. نعم نعم راح نرجع.